فيديو قصير لكن معبر جدا، وبيتحدث عن شخصية عظيمة جدا لها ثقل المجتمع السوداني، لذلك كان لابد أن نستعرض ونذكر الناس به، وألف رحمة ونور عليه. المولانا الإعلامي والمحامي والقانوني والناشط الاجتماعي أسعد الطيب محمد سعيد العباسي، نعم حفيد الشاعر محمد سعيد العباسي، والده الطيب محمد سعيد العباسي شاعر يا فتاتي، لو في الأدب ولو في الشعر ولو في الجلسة اللطيفة، كل من جلس إليه استأنس وأنسته، به الرحمة والمغفرة، رحل عننا تقريبا أكمل عام. سبحان الله الأيام بتمر بسرعة، رحيله يعني كان مؤثر بصورة كبيرة، فجأة كل الناس بدأت تنعيه، فالناس بدأت تتساءل مين الشخصية دي، فبعد كده الناس عرفت ثقله الاجتماعي وماذا كان يقدم للسودان وللأدباء السودانيين والإعلاميين السودانيين. ويمكن آخر موقع أطلقه على الشبكة العنكبوتية كان شايل هم الوطن بصورة كبيرة جدا، بيحاول إنه يحكس وجه السودان الحقيقي للعالم أجمع. ألف رحمة ونور عليه، حابين نسترسل في ذكراها اليوم مع أقرب أحبابه، ونحن يمكن بنستشرف ذكرى تأبينه 29 إن شاء الله في نهاية هذا العام، اللي هو بعد بكرة تقريبا في دار المحامين، الأربعاء القادم في تأبين حيقام، وإن شاء الله يليق بمقام. وتعازينا لكل الشعب السوداني في فقده، لأنه كان رجل الوطن، وتعازينا لأسرته الصغيرة. دكتور أبو بكر يوسف، مرحب بك، والبركة فينا وفيكم، والفقد واحد تتعود بسلامتكم. تحدث عن شخصية زي أسعد العباسي فيه من الصعوبة، لأن أنت بتتكلم عن شخص استثنائي، شخص متعدد المواهب. نعم، لذلك أنت حضور معنا اليوم اللي تتحدث عن هذا الشخص الاستثنائي، وأنت خير من يتحدث عنه. مرحب بك في حضرة المساء، وامتد الترحاب أيضا بالأستاذ أبو بكر ضياء الدين العباسي، مرحب بك والبركة فيكم. الله يبارك فيك يا أستاذ، ومرحب بكم جميعا. ونحن رغم الحزن في دواخلنا يعني سعيدين يعني بأنه نحيي الذكرى الأولى لفقيد الشباب وفقيد العلم وفقيد القانون وفقيد الأدب الأستاذ أسعد الطيب العباسي، إن شاء الله الله الرحمة والمغفرة. أستاذ أبو بكر يوسف، سرد اللي ما ذكرت الآن من يعني سيرة الفقيد، فقيد الوطن، دارك تكلمني شوية عنه، عن الملاقاة الأولى لكم، شكل العلاقة اللي ربطتك به. الملاقاة الأولى طبعا أنا صديق لوالده، صديق عمر والده، وأنا كاد نكون صنوان أو زي ما بيقولوا سول ميت، يعني أرواحنا متلاقية مع بعض. في يوم من الأيام أنا مخصص أسبوع، أنا كنت برا، فبخصص أسبوع عشان أجي للطيب أقضي معه الأسبوع ده أنا وهو، كأننا في خلوة، طيب نكتر ذكريات، نتذكر أصدقاء الشعراء. والطيب رحمه الله كان رجل مرح، يعني ما فوت القفشة، فقام قال لي يا أخي شوف، أنت عامل لي ابن بطوطة، لكن أنا وعامل لي فيها شاعر، وعامل لي وعامل لي وعامل، يعني بدأ، لكن أنا حعرفك بشخصية استثنائية فيها منك الكثير. رجل يحب الترحال، يحب الحياة، يعشق الكلمة الجميلة، قانوني، يرى في القانون تطبيق تطبيق العدالة قبل تطبيق القانون، بأن النصوص يعني صحيح. هو قصد أنه لا، آخر مرة جيت كان عامل لنا دعوة بالليل، كان فيها صديق مدستر الله يرحمه، وكان فيها
كلهم الله يرحمهم الناس اللي محي الدين فارس. صدق مدسر اللي الكابلي الله يرحمه أيضا، يعني انت بعيد لا تقول إني بعيد في السرى فخيال الشعر يرتاد الثريا من أجمل الأبيات. دي ذات قصة الكابلي دي من برضا من حاجات تذكر لأسعد. فيوم نحن في اليوم ده اللي كنت عامل لي فيه الدعوة كان في صديق مدستر، فصديق مدستر قال لي انت ما قابلت الكابلي؟ قلت له في حياتي ما قابلته يا أخي. قلت له قال لي يا أسعد أمانة في الزمة تسوق وبعدين شفته سوق الغنماية تسلموا لي تسلموا لي لعبد الكريم الكريم الله يرحمه المغفرة. نعم. ففي يوم من الأيام طبعا أبوه عرفني بيه، عرفني بأسعد الإنسان، يعني أسعد إنسان في يعني تتجلى فيه معاني الإنسانية. فأنا دائما أقول لي عارف يا أسعد أنت شكل الإنسانية الوضاء الصبوحة. يا سلام. يقول لي يا أخي أنت شهادتك فيني مجروحة. أقول لي يا أخي سواء كانت شهادتي مجروحة أو ما مجروحة ما تمتلكه أنت يا أسعد الكثيرون لا يمتلكونه، والكثيرون فيهم من يمشي على الأرض ويقول يا أرض تهدي ما عليك جدي، في حين أنت بتمشي على في الأرض بتواضع وثقة الإنسان المحب للناس. تواضع شيمة العظماء طبعا. أسعد يعني مع الصغير صغير، مع الكبير كبير، مع العجوز عجوز، مع زي شنو الأسانسير. أسعد مرن، إنسان عجيب. بعدين المفردة اللي بيكتسبها قلوب الناس ما تعرف بيجيبها من وين، انت ذاتك تفاجأ بها، تفاجأ بالمفرد اللي بيقوله. بيعرف يطوع الحروف كويس، بيعرف يعامل الناس كويس، في الذكاء الاجتماعي يجيده القليلون. بقول لك هذا الرجل صح. يعني انا كنت بتكلم مع اخونا ابو بكر قلت له فعلا زي اسعد ده لا يمكن طول عمره، لانه حتى في هو في هذا العمر مساحة العطاء يعني لو جيت تحسبها بالسنين حتلقى مساحة بتاعت واحد عمره 90 سنة. تاريخ سجل تاريخ في الأدب، في الشعر، في الغناء، في كان عاشق بكل شيء، عاشق للحياة. فعشان كده الطيب الله يرحمه قال لي شوف الزول ده زيك عاشق للحياة فلازم أعرفك عليه. فقال لك لازم تعرف. فلما تعرفنا لما تعرفت بأسعد فأسعد قاعد يقول لي الطيب كاتب لي قصيدة في من مقدمتها بقول يا أبا بكر يا أخي يا بني يا صديقي ما أحيلا يا بني. فأسعد يقول لي والله يا بني دي أنا ما بقدر أقول لك لكن بقول لك يا صديقي. فنمت بيني وبينه علاقة إنسانية يبني العلاقة يعني ما حصل يعني في منتدى وده يعني أقول له يا أخي ما قادر كبرت تعبت. يقول لك برسل لك واحد بعربية تجي لازم تقعد تحضر. علاقة ممتدة يتعود بسلامتك إن شاء الله يا رب. فإنسان إنسان استثنائي بمعنى الكلمة. بعدين يعني أمسكه في أي حاجة يتكلم في أي حاجة، يعني لو أنت حتتكلم نعم الله يرحمه عن الأدب تلقاه بحر، تتكلم عن الرواية تلقاه روائي مطبوع، تتكلم عن الإنسان والإنسانية وعن أياديه البيضاء للمحتاجين ده عالم لوحده. يا ستي ده مرة راكب من هنا على حسابه مش يدافع على واحد في الأبيض.
ما لقى من يدافع عنه. وفي الوسط ايضا لزملائه. فقام قال الجماعه قالوا والله قايت تشوف ما في واحد ممكن يدافع عنك الا اسعد العباسي. اسعد يركب من هنا يمشي ويقعد هناك لحد ما انتهت قضيه هذا الشاب. تطيب سيرته العطره حنسرد فيها الكثير ويشاركنا برضو في السرد الاستاذ ابو بكر. استاذ ابو بكر دارك برضو توريني عن بشكل العلاقة والإنسانية والخالدة اللي هتكون أكيد في ذهنك مع الفقير. مع الفقير والله الأستاذ يعني هو ما في شك ابن عمي طبعا والده هو الطيب محمد سعيد العباسي وأنا أبو بكر ضياء الدين العباسي. فهو يعني يكبرني بعامين، هو النديد أخي الأكبر الأستاذ مبارك ضياء الدين، وبيناتهم صداقة وحميمة جدا يعني، وأنا مبارك ذاته دفعتي وصديقي، فأنا بالتالي بقيت صديق أسعد زي ما مبارك هو صديق أسعد، ونحن أبناء عمومة زي ما ذكرت يعني في البداية. أسعد شخصية طبعا يعني رجل يعني مستحيل أنت تقابله ويكون ما في جيبه في قلم أو في يده في ورق. يا سلام. يعني رجل يحب العلم وكأنما متأثر ببيت جده محمد سيد العباسي أحبه إلى 65 من عمري حبوا وأحمل أغلاما وأوراقا. فالرجل يعني عنده همة عجيبة. بعدين هو طبعا ما في شك يعني الصحفيين هم أدرى به كصحفي، والقانونيين أدرى به كقانوني، والشعراء أدرى به يعني كناقد في مجال الشعر. فأنا قد تكون في الأجزاء دي شهادتي فيه مجروحة، لكن أنا بناشد يعني. هو سلم مرتحل إلى الدار الآخرة عليه رحمة الله، ترك في مكتبه حوالي 15 محامي، منهم ابن أخيه وابن عمه وأخوانه وكذا، ترك مجموعة قانوني كبير جدا ضخمة من المكتب قانوني. صحيح. كبير. المحاماة ذات فن إن أزعد يعني أزعد. في ناس متخصصين في الشركات، في ناس متخصصين في القضايا الجنائية، في ناس متخصصين في القضايا المدنية. هو بجيبهم وبيجيب كل زول المناسب يوديه للقضية المناسبة يعني. عشان كده كل الناس بتلج لمكتبه بتحاول تتغرب عنه. كل مشاكل أطياف المجتمع بتتحل يعني في مكتبه، بتكون يعني سهل بالضبط. لما انت تصل مكتبه ده يعني. فالرجل هو بالنسبة لنا يعني شخص فقده لنا كان فقد كبير ولا يعوض، ولكنها سنة الحياة. احنا ما بنقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حدثنا برضو عن الأسرة على نطاق هو دي. الحديث عن أسعد ما بي عن ما بينقطع يعني عن والده وعن جده العباسي. العباسي اسم واحد، محمد سيد العباسي ده كله اسم واحد. فمحمد سيد العباسي هو ابن من؟ ابن الأستاذ محمد شريف أستاذ المهدي. محمد شريف ذاته ابن من؟ ابن نور الدائم ابن سيدي أحمد الطيب مؤسس الطريقة السمانية في مصر والسودان، لأنه جدا الشيخ أحمد الطيب لما أخذ الطريقة السمانية من الشيخ عبد الكريم السمان في المملكة السعودية نشر في سعيد مصر، ثم أتى بها إلى السودان. ده الشيء خلى علاقتنا ممتدة مع مصر، علاقة ذات قوية يعني تمتاز بثلاثة أشياء: علاقة قوية وقديمة ومستمرة، ده اللي عرفناه نحن من آبائنا ومن أجدادنا وكده. فالشيخ الطيب نشر الطريقة السمانية في مصر، جاء بعد الأستاذ محمد الشريف درس في الأزهر، وحكمته بالغة جدا يعني. الأستاذ أحمد شريف في الأسر قال لهم أنا داير أقرأ من 11، قالوا لي لا يا أخي أنت مفروض تقرأ من أولى ثانية ثالثة لغاية ما تصل الصف 11. قال لهم القصة مش هي سؤال وجواب، أسألوا جابوا لي الامتحان حلوا، قالوا احتمال يكون كشف. فقاموا اجتمعوا 10 علماء وكل دول بدأ يسألوا سؤال، وعملوا تعريف، أنا فلان ابن فلان، الدكاترة عرفوا نفسهم، والدكتور الثاني والثالث والرابع لغاية الدكتور العاشر. وهو ذاته عرف نفسه قال لهم انا احمد طيب بن بشير بن كذا لغايه الجد العاشر. فقاموا سالوه كان بيجاوب على اسئله الدكتور، ومن الاجابه بينبثق سؤال للدكتور نفسه. وكان الدكتور هنا بيندهش شويه. المهم قال لهم انا بسالكم، الدكتور ده قال اسمه فلان ابن فلان ابن فلان وده فلان ابن فلان ابن فلان. انا داير اوريك بان العبقريه دي يعني الموجوده الان في المرحوم سعد هي موجوده في والد الطيب العباسي وفي العباسي وفي الاستاذ احمد شريف وكذا. الجزئيه دي لما العلماء دي سالوهم الاسئله دي كلها وجاوب، قام سالهم قال لهم بس دارسكم سؤال واحد بس، الدكتور ده قال اسمه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ده قال اسمه فلان ابن فلان، انا منه؟ فاحتاروا
فبتجد المدحه سرعه البديهه والذكاء والاشياء الجميله. نعم والحزن يا ليلك جنه معشوقك اوه وانا فيعني سرد والكلام حيطول في نعم 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 سرد الذكرى العاطره دي. داير ارجع بك برضه استاذ ابو بكر في 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 لانه الوقت بداهمنا وقت البرنامج في برنامج احياء الذكرى للفقيد فمجهزين شنو للفعاليه دي تفاصيل؟ انا شخصيا جهزت رساله الى اسعد ودي حقولها في التأمين الذكرى السنويه بتاعته. لكن من ضمن الاشياء اللي بتحضرني قمت انا سالت الطيب لما عرفني بأسعد قلت له أسعد ده شاعر؟ قال لي دي الحاجة الوحيدة الأسعد ما ورث مننا. قلت له والله بختك يا الطيب. قال لي كيف؟ قلت له هذا الشاب لو كان شاعر كان محاك انت وأبوه. كان ضحك قال لي هل لن يستطيع أن يدخل عرين الأسود. طيب طبعا رجل رجل لا يعني لا يخلو من مرح في كل شيء. إذن البرنامج نحن قلنا بعد بكرة يوم الأربعاء 29 ديسمبر بدار المحامين بالخرطوم. نعم. ودعوة للجميع يعني الدعوة عامة تقريبا لكل المحامين والإعلاميين وكل اللي يعني بيعرفوا عنه وعن سيرته العطرة عشان نقدر نرد الجميل. هو قليل من الوفاء لهذا الرجل المعطاء الف رحمة ونور عليه. وهكذا حال الدنيا عام الرحيل المر فقدنا كثير من المبدعين يعني ويستمر النزيف يعني ربنا يختم 21 على خير و حال الفانية كده. لكن نتمنى إنه يكون آخر الأحزان نملك الأجيال يعني تراث كامل. يبدو إننا نحن في السودان عندنا مشكلة ما بنعرف نسوق أنفسنا. صحيح. يعني أنا أذكر في بيروت كنت في مؤتمر ما لقيت شخصية عرفتني بشخصية أخرى اسمها الدكتورة حبيبة السوسي أستاذة الأدب المقارن في جامعة القيروان في تونس. فقلت لي تعرف أنا عملت رسالة الدكتورة في شنو؟ الماجستير في أدب محمد سعيد العباسي والدكتورة دراسة مقارنة بين التجاني يوسف بشير و أبو القاسم الشابي. فقالت لي يا أخي كتبت لي وزارة الثقافة عنده مشيت سفاراتكم مشيت عشان ألقى أي حاجة مواد تفيدني في تحضير ما لقيتها وما ردوا عليه حتى. قلت له طيب عملت دراستك كيف وبحوثك؟ قلت لي من واحد مستشرق في باريس واحد مستشرق يعرف محمد سعيد العباسي واحد مستشرق يعرف التجاني يوسف بشير الآن كم من كده النكتة. أنا يعني قلت لها نفسي لما أجي تونس أزور دارة أو متحف هم نحن بنقول متحف هم بيقولوا دارة أبو القاسم الشابي. فلما وصلت ساقتني والله بعربيتها ودتني في الجنوب التونسي في بلدة اسمها الشابة هو تاريخ شابي منتسب إليه للبلدة تبعه. فلقينا فيلا صغيرة كده برا لوح رخام كبير دارة أبو القاسم الشابي أمر ببنائها الرئيس الحبيب بورقيبة. لما دخلنا جوا
لقيت صورة محمد سعيد العباسي. يا سلام. صورة التيجاني يوسف بشير. صورة أبو القاسم محمد كرو. ده صديق أبو القاسم الشابي صديق عمره. ولوحة كبيرة تحت أبو القاسم الشابي. أبو القاسم محمد الشابي شاعر ضمير أمة. بس ولد في تاريخ كده توفى في تاريخ كده. لحد هنا والأمر عادي. لما جينا راجعين سألتني سؤال غايته كويس إنها ما بتعرف السودان. فقالت لي وين دارت محمد سعيد العباس؟ قلت لها في المرحي. طبعا المرحي ما عرفهاش. قلت لي وطيب واتجاني يوسف بشير؟ قلت لها أحمد شرفي. طبعا التوثيق والتوثيق على الشبكة العنكبوتية بالنادي على طول إنه جماعة عرفوا العالم علينا، على عندنا عظماء والله العظيم يعني قدموا، لكن ما قادرين. كل وزارات الثقافة اللي بتتوالى على البلد للأسف آخر همة التوثيق لهؤلاء العظماء، ممكن نسوق بهم. ورفع عبد الله الطيب الله يرحمه يعني لما سئل عن إنه ليه الشخصية السودانية ما معروفة خارجين وما قادرين نسوق لحاجاتنا، فقال التواضع، نفس حديثك إنه التواضع بيجعل من الشخصية السودانية دائما إنه يعني ما تقدر تسوي أو تعبر عن نفسها. الحديث عنه بطول عن مبدعين أكيد، ونحن شاكرين لوجودكم معنا اليوم، ربنا يرحمه. شكرا دكتور أبو بكر يوسف، شكرا أستاذ. أنا بس جزئية بسيطة قلت لها هذا سيرة، أنت هسي تكلمت عن الوسائل التوثيق وكذا وأنه مفروض الناس هنا يعني أنا بس ذكر موقف ذكر دكتور يوسف الخليفة أبو بكر، وأخونا ده دكتور أبو بكر يوسف، ذاك دكتور يوسف الخليفة أبو بكر عليه رحمة الله، جزاه والدنا عليه الرحمة، وقال له أنا الآن جاي من لندن وكنت بحضر في محاضرة قدمها دكتور عبد الله الطيب في إحدى الجامعات الإنجليزية بلغة إنجليزية عالية. قال لك كان بيتكلم فيها عن شاعر قديم وشاعر حديث. الشاعر القديم المتنبي. في آخر المحاضرة قال لهم عندنا شاعر في السودان اسمه محمد سعيد العباسي، لم يأتي بينه وبين المتنبي من هو في مستواه. فهذه هي العبارية. أنا يعني قبل ما يتم ختم البرنامج، نعم، الاستعانة بصديق دي موجودة في كثير من البرنامج، حتى في البرنامج بتاع جورج غرداح يعني موجودة. نعم. وحتى سيدنا موسى كلم الله استعان بهارون. أنا داير استعين بالموبايل ده بس في كلمة بسيطة جدا. لا تفضل خذ راحتك. هو يعني وأنا جاي على الغناء لتسجيل هذه الحلقة التوثيقية بشأن في حق المرحوم الفقيد أسعد الطيب العباسي. وزي ما أنت ذكرتي أنه بعد باكر بإذن الله يعني هتكون في فعالية في نقابة المحامين تأبين له إن شاء الله. نرجو من كل المحامين يعني زملائه الحضور عشان نكمل يكمل المسيرة. والأستاذ عزات عنده قضايا كثيرة جدا وبحوث في القانون عايزين ترى النور، يعني زي اسمه شنو الحبس إلى حين السداد بيسموه الإكراه البدني. هو كان عنده فوقه يعني مغالات كثيرة جدا وبيرى أنه الحبس ده ما مفيد بالنسبة لا للدائن ولا للمدين. فحقه إذا أصل الدائن ده المدين ده ما عنده يعني المبلغ اللي بيقدر يوفيه يعني يدوه فرصة بأنه ينطلق ويسدد وكذا. المهم عنده آراء في القانون، القانونيين هم أدرى بها وكذا يعني. فأنا بناشد من هنا يعني عمنا إسماعيل العباسي ورجل دفعة أخونا الطيب العباسي وأخونا الطيب أحمد العباس ومجموعة كثيرة من المحامين صالح معاوية وهيثم النعمان، ده كلهم محمد سيد العباس هو ابن عمنا برضه، ده كلهم لو قعدوا ورتبوا الشؤون الخاصة بالذات في مجال القانون دي يكون شيء جميل جدا، وكذلك في مجال الأدب في مجال الشعر في مجال الرواية. زي ما ذكرنا في البداية موسوعة في المجالات عدة، فالحديث عنه في هذه الثانية حلقة قصيرة بس دار أقول لك ما حينتهي، لازم الناس تحضر الفعالية عشان تعرف عنه أكثر. نعم يعني أخونا محمد أبو فاطمة ذكر شنو أزعد لما توفى عنده غرابة 3000 صديق في صفحته. الثلاثة دي كلهم كان بيراسلهم وبيخاطبهم بنفس عجيب وبصبر عجيب، وهذا عدا ممكن في سبيل أنه عشان يعني يودي له مقال للصحافة أو كده عشان يعني ممكن يستغنى عن الأدب والشرف وممكن ما ينوم عشان العمل بتاعه ينجح. كان رجل هاميم جدا. فالرجل ده قال شنو؟ قال الأستاذ أزعد
له حظ وافر من اسمه حيا وميتا، فهو أيبونا من أيبونات السعادة، حيثما كان أو ذكر اسمه فسمى أجواء سعيدة تحيط به. فالرجل يدهشك بحضوره الهياب وسلاسته المحودة والغير متكلفة، رجل يطلق الوجه لمن يخالط ويبذل البسمة لمن يعاشر، وفوق ذا وذاك يحملك بخفة الفراشات إلى مرافي الأريحية ونغاء الطقوس. ده كلامه، وأضاف له أبيات جميلة للمتنبي. المهم عموما أسعد يعني نعم لا حديث خير من ذلك، آلاف الرسائل بعد وفاته الفقرة عنه نعم. وللمعرفة المزيد عنه إن شاء الله ملتقانا نعم. يوم الأربعاء بعد غد في دار نعم. المحاماة نعم. المساء أكيد يعني الثامنة نعم. مساء تحديدا بيكون. فشكرا جزيلا أستاذ أبو بكر ضياء الدين العباسي، شكرا دكتور أبو بكر يوسف، وشكرا لكل اللي تابعونا من خلال هذه الفقرة.